فتح مصلحة الطب النووي التي هي تسمى الأولى في الجنوب، وستقدم خدماتها إلى المواطنين. في هذه المصلحة هي الرابعة من نوعها في القطر الجزائري. السجلات القديمة بالفعل هي لم تعد تلبي الطلبات التي يتمناها المواطن، ولهذا ارتأينا أننا لابد من تحويل هذه المصلحة إلى المصلحة الجديدة التي هي فيها كافة الشروط. مصلحة الطب النووي من خلالها نقوم بجميع أنواع اللاسنتيغرافي فيما يخص العظام للمرضى المصابين بداء السرطان، فيما يخص القلب، فيما يخص الكلى.